أصدقائي المشاهدين، الفيلم ده ليه جزء أول نزل قبله، ومهم إنكم تتفرجوا عليه لأنه مرتبط بالجزء الثاني في فيديو النهاردة، وهسيب لكم الرابط الخاص به في الوصف تحت الفيديو. المهرج السفاح دادي هرب من فندق المهرجين لأن الشرطة بتدور عليه بعد هروب طارة وبنتها منه في الجزء الأول، وحاول دادي إنه يكلم مهرجين تانيين للقبض عليها، ولكنه اكتشف إن كل المهرجين طارة قتلتهم، وحاسس بالغضب وعايز ينتقم، وبيلف المدينة كلها وما بيثبتش في مكان واحد لفترة طويلة، والشرطة بتدور عليه، وبسبب قناع المهرج اللي رسمه على وجهه مش عارفين يقبضوا عليه. وفجأة ظهر راجل ومستغرب من قناع المهرج، وقال لدادي ان شكله لسه مرفوض من السيرك لانه اكيد ما بيضحكش الناس، ودادي مش مهتم وما بيردش عليه، والراجل عمال بيغلط في دادي ومش مستوعب الكارثة اللي بيعملها، وقال انه هيدفع له حق المشروب لان شكل دادي مفلس. ولكن دادي ساب فلوس كتيرة للعامل، وقبل ما يمشي بص بنظرة مرعبة للراجل الغريب. والليل بيشتد والوقت اتأخر جدا، وخرج الراجل من الكازينو وهو طبعا مش مركز بسبب المشروبات الكتيرة اللي شربها، ولما ركب العربية لقى المهرج دادي وهجم على الراجل وقطع له راسه ورماها في الشارع وسرق عربيته، وفيه شخص مشرد بيحاول يعاكس بنتين من فتيات الليل. ولكن فجأة ظهر دادي ونادى على الشخص المشرد وطلب منه انه يمشي لاما هيقتله، ونادى دادي على البنتين وطلب منهم انهم يركبوا معها العربية لانه هيوصلهم للبيت لان الوقت اتأخر، واستغربوا من المهرج ولكنه قال انه هيدفع لهم فلوس، وركبوا معاه وما اهتموش. ووصل دادي لفندق وطلب من الموظفة انها تدور على غرفة فاضية، وحست بالقلق منه بسبب الشرطة اللي بتحذر الناس من السفاح المهرج، وقالت له انه مفيش غرف فاضية الليلة، وطلب منها انها تدور تاني ولكنها ملقتش. ودادي قال ان شكل حظه وحش الليلة، ولكنه برضه دخل لاحد الغرف بسبب خبرته طبعا في الفنادق. وطارة وصفت نجاتها من المهرج دادي وابنائه المجانين بانها هربت من الجحيم، ودادي دايما كان بيعامل بنتها تالية اكنها ولد لانه كان بيتمنى كده عشان يحولها لمهرج، والحاجة الوحيدة اللي مخليها طارة مكملة حياتها هي بنتها تالية، وطارة بالنسبة لبنتها هي اب وام في نفس الوقت. ولكن فجأة شافت في الاخبار جريمة القتل اللي حصلت عند الكازينو، وحست طارة بالقلق واكيد دادي هيطاردها للانتقام لانها طبعا قتلت كل المهرجين ابنائه في الجزء الاول. وراحت لدكتورتها النفسية وقالت لها انها حاسة ان دادي موجود في المدينة وهيطاردها هي وبنتها بسبب هروبهم منه، ونصحتها الدكتورة انها تكلم الشرطة احسن، والدكتورة متضايقة ان طارة بطلت تاخد علاجها، والدكتورة نصحتها انها تستمر مع العلاج وحياتها هتتحسن ومش هتحس بالقلق، ولازم تهتم ببنتها تالية لانها اخر حاجة متبقية ليها. وطارة بقالها سنة بتتعالج نفسيا بسبب اللي حصل لها، ولكن طارة حاسة انه مفيش حد هيفهمها او هيساعدها، ولازم تستعد هي بنفسها لمواجهة دادي المهرج. وكل يوم بالليل ما بتقدرش انها تسيب بنتها، وهي الحاجة الوحيدة اللي مخليها مكملة الحياة ومش هتسمح لدادي طبعا انه ياخدها منها. ودادي بيقلق كل يوم لما بيسمع صوت عربيات الشرطة لانهم بيدوروا عليه في كل مكان، ودادي مش مهتم الا بالانتقام من طارة ومعاه البنتين اللي اكتشف انهم ما عندهمش بيت، وصعبوا عليه وهيقعدوا في غرفة الفندق. ودادي نجح انه يدخل للفندق رغم انه ما فيهوش غرف فاضية لانه طبعا قتل الموظفة اللي طلعت هي مديرة الفندق وخد غرفتها وهو والبنتين قاعدين فيها. ودادي بيتفرج على التلفزيون شاف الاخبار وهي بتحذر الناس منه، والشرطة ما عندهاش غير فيديوهات لكاميرات المراقبة اللي صورته عند الكازينو، وملامح وجهه مش واضحة ومش عارفين يقبضوا عليه. والبنتين صحيه وشافوا دادي على التلفزيون وشكوا ان هو السفاح، وراح دادي لسلاحه عشان يقتلهم، ولكنهم قالوا انهم كمان فاسدين زيه وما عندهمش مشكلة انهم مع سفاح مهرج وهم اصلا بيحبوا المهرجين، وكده دادي
بيحبهم وبيفكر يحولهم لمهرجين. وتاني يوم الصبح بتطمن طارة على تاليا، واستغربت لما لقيتها بترسم مهرج، وقالت تاليا انها بتحب المهرجين. واستغربت طارة ولكنها مش قادرة تلوم تاليا، لان تاليا لما اتولدت اول حاجة شافتها كانت المهرجين. وشافت طارة الاخبار وترعبت لما شافت وجه دادي، وكانت بتحاول توهم نفسها انه فيه مهرج تاني غيره. ورمت طارة رسمة المهرج الخاصة بنتها تاليا. ودادي مراقبهم طول الوقت، وتاليا شافته وضحكت وما قالتش لامها طبعا بسبب خوفها من المهرجين. ولما رجعت طارة لبيتها رجع دادي كمان بعربيته، وركن قدام شباكها وهو عايز يرعبها ويخوفها الاول قبل ما يقتلها. واستغربت لما شافت العربية وحاولت انها ما تهتمش، وهي عمرها ما شافت العربية دي في المنطقة خالص. ودادي فرح البنتين وانه موافق انه يحولهم لمهرجين، ولكنهم الاول عايزين يختاروا اسماء جديدة عشان حياتهم كسفاحين معاه. وواحدة اختارت اسم تريكسي واتضايق السفاح وزعق لها، لان تريكسي هو اسم بنته اللي طارة قتلتها في الجزء الاول، وهيسميهم باسم الاخوة اس. واتضايقوا بسبب معاملته الوحشة، بس خلاص مش هيقدروا يعملوا حاجة. وطارة بتحكي لبنتها قصة قبل النوم، وبتتمنى ليها احلام وايام سعيدة. ولما سابتها ومشيت حست طارة بصوت غريب في المكان، ولقت دادي بيقول لها انه هيقتلها هي وتاليا. وصحيت من الكابوس ولقت تاليا خضتها لانها مش عارفه تنام، وطارة مش هتعرف تتخلص من كوابيسها. وطارة بتحاول تشغل نفسها وتشتغل، ولكنها مش عارفه تركز بسبب الكوابيس الخاصه بالمهرج دادي، وبتقلق على بنتها طول الوقت ومتضايقه جدا بسبب العربيه الغريبه اللي بقالها فتره موجوده. وكلمت محقق الشرطه اللي اسمه وارن، وقال لها انه هيوصل لها في اسرع وقت. وحست طارة بحركات غريبة حواليها، ولما بصت من الشباك لقيت دادي بيظهر وبيختفي، وبتتمنى انها بتهلوس، وذكريات المهرجين ما زالت مخوفاها. وهي في شغلها لقيت راجل بيحاول يشتري حاجة، وسألته لو العربية البيضة اللي برا هي عربيته، ولكنه قال لها لأ. وفجأة وصل المحقق وارن، وقالت له طارة على العربية اللي ركنا برا البيت بقالها فترة، وسألته لو هم قبضوا على دادي، وقال لها ان كل الشرطيين بيدوروا عليه، وهيعين شرطي خاص ليها لحمايتها. ولما خرج المحقق من المكان راح للعربية وما لقاش فيها حد، ولكن فجأة دادي هجم عليه وشده للعربية وكان هيقتله. ولكن المحقق وارن طمن دادي وقال انه فاسد زيه، وهو طول حياته كان بيدور على دادي عشان ينضم ليه، وعارف كل المهرجين ابنائه كمان، وهو ما كلمش الشرطة. ولكن دادي ما وثقش فيه وضربه واغمى عليه وسابه في العربية، ورجع للفندق وخلاص قرر انه هيقضي على طارة الليلة وهينتقم لكل ابنائه المهرجين، حتى لو هيموت المهم انه ينتقم الاول. ولما الليل حل نجح دادي انه يدخل لبيت طارة، وبكل هدوء بيحاول يدور على طارة وتاليا ومعه مسدسه، وفاكر ان المهمة بالنسبة له سهلة جدا. ولكنه لما دخل لغرفة تاليا ما لقاهاش موجودة، وهو بيدور في البيت لقى رسمة المهرج الخاصة بتاليا اللي امها رمتها، ولقى كمان رسالة مكتوب عليها اسمه، وفي ظهر الرسالة مكتوب كلمة بو. وطارة وقعته في الفخ وظهرت من وراه وقالت له بوه وضربته واغمى عليه. ولما صحي دادي لقى نفسه مربوط وطارة قدامه، وقالت له انها هتعذبه قبل ما تقتله للانتقام لكل الناس اللي هو قتلهم، وقال لها انه هيقتلها. وقالت له انها مخبية بنتها بعيد عن البيت، وقال لها انه مجاش هنا لوحده، وهو معاه الاخوة اس وهيظهروا في اي وقت وهيحرروه وهيقتلها. ولكن الاخوة اس لسه مبتريات، ولما ملقوش دادي خرجوا من البيت لانهم خافوا منه لما زعق لهم، وهينتهزوا الفرصة وهيهربوا لبعيد. وطارة دبست فمه عشان ما يناديش عليهم، وجابت مقص وقطعت صباع من ايده عشان تعذبه، ومن كتر الالم دبابيس فمه اتفكت وخلاص طارة خلصت تعذيب. وفكرته بالمسدس اللي قتلت به تريكسي وداستي، وجابت سكينة وحطتها في فم المهرج السفاح وقتلته، وتعبت بسبب الليلة الصعبة وهتحاول تخرج
هتخرج بره البيت وهتشم هواء نقي. وصحي المحقق الفاسد وارين، ورغم ان دادي ضربه ولكنه مصمم انه يدخل لبيت تارا ويحرره. ولما رجعت تارا للبيت اكتشفت ان دادي اتحرر واختفى، وهي ممكن تكون انها كسبته للمرة التانية، ولكنه هيطاردها هي وبنتها طول حياتها. والمحقق وارن وصله لغرفة الفندق، وهيبقى مهرج مع دادي وهيساعده للانتقام من تارا في الجزء الثالث، والجزء الثالث هينزل في المستقبل يا صديقي. ودي كده نهاية الملخص، وفي الوصف هسيب لك روابط لأفلام سفاحين ومهرجين وزومبي.